يا عنان العظيمة والفخر والصدارة، نهجي غاب واستابت بالفكر والمعالم، بالفكر والمعالم. التراث الأصيل يختلط بالحضارة، من يدينا المعظم يستمر زاد دعم الركض والظفر يتم، سيف والنسان تجهيز عظيم، للسبوق الملهمة والمدلمة، لبها همة وراعيها حميم، للمضم ركضها ما يتضم، جاهزة للرهد من عدها فطيم، زينها شمل تواصفه ورسمه قدر بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا العزيز الأعزاء، نسير مع الشوط الثالث للحقائق، الشوط الثاني خاص بالإنذار، نسير مع البداية ونسير مع مقدمة هذا الشوط، نشرة من تستفتح الإذاعة حاملة رقم 7، نشرة حمدان بن راشد البطيني، بينما الهائلة على المركز الثاني عبد العزيز بن سالم بن ناصر الغيلاني في ثاني المراكز، والمركز الثالث هنا الوصول من أيضا على المركز الثالث دواليب علي بن راشد الهاشمي قادمة. الله، هذه هي دواليب، أيضا اسم خطير، ديروا بالكم من هذا الاسم، علي بن راشد الهاشمي يتقدم مع دواليب، أحد الأسماء المميزة وأحد الأسماء المرشحة لانتزاع هذا الشوط، بينما المركز الرابع هنا تصل على المركز الرابع هم الأولى صالح بن خميس البطيني، بينما وصلت هنا الشاهنية أو رغد عبيد بن حمود بن سعيد العويسي، وصلت إلى المركز الثالث. الله الله الله، بدأت الأسماء وبدأ الاقتراب من الشاهنية، جاسم بن سالم بن علي الغيلاني يتقدم مع الشاهنية على المركز الخامس، هناك أسماء وهناك أيضا شعارات، ناخذ الأسماء المشاركة ولنا عودة على البداية والمقدمة. هنا نعود مع نشرة على البداية، نشرة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، هنا حمدان بن راشد هنا حمدان بن راشد الأبطيني على المركز الأول بهذه اللحظات، بينما المركز الثاني الله الله الدخول من رغد عبيد بن حمود بن سعيد العويسي، غيرت إلى المركز الأول، غيرت إلى الصدارة الأولى دواليب على المركز الثاني. الله يا دواليب، علي بن راشد الهاشمي سبق ولها إنجاز في ميدان الكامل، تأتي هنا تريد أن تكرر الإنجاز في هذا الميدان، ولكن هنا رغد عبيد بن حمود بن سعيد العويسي، ولكن الغدوم مقاتلات جاسم الغيلاني في المركز الثالث والمركز الرابع مع الشواهين الشاهنية والشاهنية على المركز الثالث والمركز الرابع، ولكن العودة هنا، العودة
عادت الهائلة، عادت الهائلة إلى المركز الرابع عبد العزيز بن سالم الغيلاني، ولكن دواليب 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 على البداية وعلى المقدمة، دواليب علي بن راشد الهاشمي يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. ميدان الكامل، ميدان الكامل، سلام يا الكامل، سلام سلام على هذا الأداء، دواليب على المقدمة والصدارة الأولى، سلام سلام سلام. سبق ولها إنجاز في ميدان الكامل، تأتي هنا وتكرر الإنجاز، تهانينا والناموس لا أيضا علي بن راشد الهاشمي على الفوز. دواليب بالمركز الأول، المركز الثاني شاهني قاسم سالم غيلان، المركز الثالث الهائلة عبد العزيز بن سالم الغيلاني، والمركز الرابع نشرة حمدان بن راشد البطيني، والمركز الخامس هملولة هملولة صالح بن خميس البطيني.